هياكل عظمية تحتسي الشايف في قاع نهبي كولورادو. تم تصوير هذا الفيديو في قاع نهبي كولورادو بين كاليفورنيا وأريزونا، حيث قام الغواص بإعلام السلطات بمشاهده في الرابع من نيسان الماضي. وبعد أن محصت دائرة المباحث في القصة قدرت أنها ضرب من ضروب المزاج، وتبدو الهياكل العظمية جالسة ومرتاحة في مقاعدهم، وتشير اللافتة إلى فيلم عطلة الأسبوع في بيرينيز، كما يعود التاريخ المكتوب إلى 16 من أيلول في عام 2014 على ما يبدو أنه تاريخ قيام الغواصين بهكذا مزاج. ويقول نائب شريف مقاطعة لاباز بأنه من غير القانوني ترك الأشياء في قاع النهر، لكنه يتفهم أن القصة بأكملها عبارة عن مزاح، فكم من الوقت يستغرق تركيب هكذا مشهد في قاع النهر؟